أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن بدء تشغيل المراكز الاجتماعية للفترة المسائية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك. ومن ضمن هذه المراكز مركز شريف العوضي للأطفال والناشئة، الذي يهدف إلى صقل المهارات وشغل أوقات الفراغ من خلال مجموعة متنوعة من البرامج مثل الأنشطة الرياضية وكرة القدم والتايكوندو وجلسات مجموعات التركيز للشباب وبرامج الواحات الإيمانية، فضلا عن تنظيم فعاليات التقليدية والشعبية مع مراعاة التنوع في البرامج بما يتلائم مع مختلف رغبات أفراد المجتمع. وعلى صعيد برامج الكبار، تتنوع بين لقاءات مع أهالي المنطقة والجلسات المسائية والمحاضرات، بالإضافة إلى باقة من برامج تعليم الحرف الشعبية وغيرها. هدفنا في الواحات الإيمانية تنشئة جيل سليم متخلق بأخلاق الإسلام ويكون جيل صالح في المجتمع. حاليا احنا في شهر رمضان المبارك مركزين مع الطلاب على بعض الأهداف المعينة، منها تلاوة يومية، حفظ الأحاديث، حفظ القرآن. عندنا مسابقات حق الطلاب المشاركين. نادي شريف العوضي نادي جدا فعال خاصة للأطفال والناشئة، لأنه هو يدعم الأطفال ويحفزهم في عدة من المبادرات اللي يسوونها والورش، وينمون المهارات اللي يتمتع فيها هاي الطالب ويخلونها يعني تدعم طموحاته أكثر وأكثر. وخلال في شهر رمضان تعددت الدورات، تعددت الأشياء في نادي شريف العواضي. أنا هني في هاي النادي 6 سنوات، شو مشارك في كرة القدم. طبعا مدربنا محترف وعنده يعني متخصص في هاي الشيء، وطبعا احنا يعطونا مباريات نتدرب عن المهارات، الشوت، الباسينج، الدربلينج وهاي الامور. فيعني كرة القدم بشكل عام نروح صعاد دوريات اذا كان موجود، يكون عندنا مباريات وديه، فرندلي ماتشز وهاي الامور. وفي طبعا برامج ثانيه، ولكن يعني انا بتكلم اليوم عن كرة القدم. شاركت في عده فعاليات تقدمها نادي شريف العواضي للاطفال والناشئه، مثل فعاليه ذكرى الميثاق الوطني، وكذلك شاركت في عدة ورش فنية كورشة بوصلة الأحلام. والنادي أتاح لي فرصة لتحسين قدراتي وكذلك تعزيز استغلال أوقات فراغي.